شكرا 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 شكرا. اذا مرحبا بكم يا اطفال في حصتكم مع عمو يزيد. وانتم اللي راكم تشوفوا فينا، الا حبيتوا تجوا تحضروا وتفرحوا كيما هاد الاصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، لما تشاركوا للحضور عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com عليكم بشوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمويزيد حاب يجيبكم كامل وسوف يرن الهاتف. في بداية كل حصة نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي. شكون هو الإنسان اللي كي نكونوا في خطر نكلموه؟ شكون اللي نكلموه؟ اللي من نعيطوه؟ شو هو الرقم اللي نديروه في الهاتف ولا كي نكونوا في خطر، كي نكونوا محتاجين مساعدة، اللي من نعيطوه؟ اللي من نعيطوه؟ تعالي بنتي أروحي. ما اسمك بنتي؟ دعاء. دعاء، وين تسكني دعاء؟ بوزريعة. في بوزريعة. لي من عيطوا بنتي؟ نعيط الإسعاف. الإسعاف، واسمهم الإسعاف؟ الإسعاف، لي من عيطوا؟ تعالي بنتي روحي. واسمك بنتي؟ لينا. وين تسكني لينا؟ في الحراش. في الحراش. لي من عيطوا بنتي؟ الحماية المدنية. الحماية المدنية، برافو 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 برافو. إذن في هذه الفترة، هذه يوم 4 ماي، هو اليوم العالمي لرجل الإطفاء. إذن يا أطفال، رجل الإطفاء مهم جدا في حياتنا، هما اللي يطفئوا النار، اللي يجوا للإسعاف، يعطونا الإسعافات الأولية، إنقاذ الغارق. يا أخي أطفال، إذن لازم في هذه الفترة هذه نوقفوا وقفة إجلال لرجال الحماية المدنية، اللي نحيوهم ونقول لهم يعطيهم الصحة على المجهودات الجبارة اللي يقوموا بها. وفي نفس الفترة هذه كاين يوم مهم جدا، شكون يقدر يقول لي يوم 5 ماي؟ واش صرا في يوم 5 ماي؟ 5 ماي عنده علاقة مع العلامة عبد الحميد بن باديس. يوم 5 ماي واش أسس عبد الحميد بن باديس؟ واش أسس؟ جمعية العلماء المسلمين. جمعية العلماء المسلمين أسست يوم 5 ماي. من أي سنة؟ شو يقدر يقول لي؟ نعرفه يوم العلم هو 16 أفريل، ذكرى وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس في 1940. في أي سنة أسست جمعية العلماء المسلمين؟ 5 ماي 1900. عرفوها؟ حاولوا. 1900 كتكوت. 1900 والو أصدق. قول لي بوبي. 1931. تصفيق على بوبي. تصفيق. بوبي عنده ثقافة. إذن 5 ماي تأسيس جمعية العلماء المسلمين في 1931. يوم 8 ماي، تعرفوا أحداث 8 ماي؟ أي سنة أحداث 8 ماي؟ 1900. تعالي بنتي تعالي. أحداث 8 ماي وين؟ أي سنة؟ 1945. برافو برافو. أحداث 8 ماي 1945 في أي مدن؟ كاين ثلاث مدن اللي معروفة بهاد الأحداث هذه. شكون اللي يعرفها؟ بوبي تعرف؟ قلنا مدينة برك واحدة بركي. خراطة. خراطة. شكون اللي يعرف ثاني؟ تعالى. واسمك وليدي؟ أنس. أنس، وين تسكن أنس؟ في الحراش. في الحراش. واش هي المدينة الثانية؟ سطيف. سطيف، برافو برافو. إذا خراطة وسطيف تخصنا مدينة. شكون؟ تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ نعم. وين تسكني نعم؟ هلا أنا في براقي. تسكني في براقي؟ الله يبارك. تحياتنا لكل ناس براقي. وش هي المدينة الثالثة؟ خراطة. لا قالوها خراطة. قالوا خراطة وقالوا سطيف. بقات واحدة. ها؟ تفكرتيها؟
تعالي بنتك. كنت تفكريها رجعي. معليش بنتي معليش. معليش. هروحي بنتي. واسمك؟ ملاك. وين تسكني ملاك؟ في الحراش. في الحراش الله يبارك. شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة. وش هي المدينة الثالثة؟ قلمة. قلمة. برافو 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 بنتي برافو. إذن أحداث ستيف قلمة وخراطة في 8 ماي 1945. لازم ما ننساوش الناس اللي ضحوا بالنفس والنفيس باش تستقل الجزائر وتصبح حرة مستقلة. يا أخي بهذه المناسبة تحبوا الألغاز؟ نعم. تحبوا الألغاز؟ نعم. إذن شيء لحمه من الخارج وشعره من الداخل. أعيد اللغز. شيء لحمه من الخارج وشعره من الداخل. فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن على بالي بلي شاطرين ولكن صبروا حتى لغاية نهاية الحصة باش أصدقائنا تاني يشاركوا معنا. واش رأيكم بمناسبة ذكرى تأسيس جمعية العلماء المسلمين 5 ماي 1931؟ طلبنا من أكرم باش يديرنا بحث عن عمود من أعمدة جمعية العلماء المسلمين. تعرفوا بعض أعضاء جمعية العلماء المسلمين؟ المؤسس الشيخ العلامة عبد الحميد بن مديز، وكاين أعمدة اللي كانوا معه في التأسيس. اليوم راح نتعرفوا على شخصية مبارك الميلي. إذا تفضل تفضل أكرم تفضل تفضل تفضل. تصفيقة تصفيقة على أكرم. تصفيقة تفضل أكرم. السلام عليكم أصدقائي. وعليكم السلام. سوف نتكلم اليوم عن الشيخ المبارك الميلي. الشيخ المبارك الميلي من مواليد غبالة دائرة سطارة ولاية جيجل في 26 ماي 1895. توفي أبوه وعمره 4 سنين فكفله جده ثم عمه. بدأ تعليمه بأولاد مبارك بالميلية تحت رعاية الشيخ أحمد بن طاهر المزهود. عاصر المبارك الميلي جو الاحتلال الفرنسي. اتجه بعدها إلى مدينة قسنطينة إذ التحق بالجامع الأخضر ليتابع تعليمه على يد الإمام عبد الحميد بن باديس فكان من أنجب تلاميذته. توجه بعد ذلك إلى جامعة الزيتونة بتونس وظل حتى تحصل على شهادة عالمية سنة 1924 ميلادي. ثم رجع إلى الجزائر سنة 1925. استقر في قسنطينة يدرس طلاب العلم بمدرسة قرآنية عصرية. في عام 1931 ساهم الشيخ المبارك الميلي في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتخب من أول يوم عضوا في المكتب الإداري وأمينا للمالية. وعين في أكتوبر 1937 مديرا لمجلة البصائر خلفا للشيخ الطيب عقبي. وفي عام 1933 عاد الشيخ إلى مسقط رأسه بالميلة ليواصل جهوده الإصلاحية في مجال التعليم والإرشاد. وعندما توفي الشيخ عبد الحميد بن باديس في أفريل 1940 خلفه الشيخ المبارك الميلي في دروسه بالجامع الأخضر بقسنطينة. عانى من مرض السكري منذ 1933 واشتد عليه المرض خصوصا بعد وفاة شيخه ورفيق نضاله الإمام عبد الحميد بن باديس إلى أن توفي في 9 فبراير سنة 1945 ميلادي. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته. برافو 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 أكرم. برافو 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 أكرم. إذن الشيخ مبارك الميلي هو عمود من أعمدة جمعية العلماء المسلمين. يا أطفال لما لازمش ننسوهم في هذه الفترة. هذه كذلك كاين يوم عالمي ما تكلمناش عليه راح نتكلم عليه دركا لانه كاين مفاجاه تمشي معه. هو اليوم العالمي للتلوين. تحبوا الالوان؟ نعم. اذا عمو يزيد لكم اغنيه تتغنى بالالوان. يلا تغنوا كامل معايا. الدنيا الوان. يلا تغنوا معايا. <تص->
الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور. الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور. كلون القمر أخضر كأوراق الشجر أصفر كلون الموز أحمر كلون الكرز أبيض كلون القمر أخضر كأوراق الشجر أصفر كلون الموز أحمر كلون الكرز. الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور. كلون الغراب بني كلون التراب شفاف كالماء أزرق كلون السماء أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفاف كالماء أزرق كلون السماء. الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور. كالبرتقال بنفسجي كالباذنجان وردي كلون الزهر رمادي كلون الفأر برتقالي. كالبرتقال بنفسجي كالباذنجان وردي كلون الزهر رمادي كلون الفأر. الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور. برافو برافو برافو. إذن الدنيا ألوان والألوان هي النور. يا أخي يا أطفال بالألوان نقدروا تحبوا الألوان كامل يا أخي. نعم. برافو برافو برافو. وش رأيكم نروحوا دركا الألعاب الخفة؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. يلا كامل نعيطوا لعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. تفضل عمو سليم. تفضل عمو سليم. تفضل Thank you.
برافو، تصفيقة تصفيقة تصفيقة. تصفيقة 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 على عمو سليم، تصفيقة تصفيقة برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ برافو. عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية الكوخ المحترق، يلا كمل معايا. إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الكوخ المحترق. واحد النهار كان واحد الإنسان كان في سفينة، كان في سفر، كان في هذيك السفينة، ومن بعد ناضت عاصفة، عاصفة في هذاك البحر، بقات هذيك السفينة تتقلب وكامل، ومن بعد هذيك العاصفة تلمو كانت كبيرة وكامل غرقت هذيك السفينة، غرقت هذيك السفينة، ومن بعد تحطمت وكامل، هو فقد وعيه، فقد الوعي. بعد كيف طن هكذا صاب روحو مرمي في جزيرة، صاب روحو مرمي في جزيرة، قال يا سبحان الله ما عرفش كاع واش صرالو. قعد في الجزيرة هذيك، دخل قال انا معليش خلاص راني في الجزيرة، ندخل في الجزيرة هذه نحاول نصيب الثمار وناكل منها وكامل. من بعد طاح الليل شاف بلي كاين حيوانات مفترسة، راح واش يدير؟ راح بنا كوخ، بنا كوخ هكذا بالحطب وكامل باش يقي نفسه من يقي نفسه من الحيوانات المفترسة. ابن هذاك الكوخ كامل وفيه مدفاء داخل وكامل، يعني دار أشياء هكذا اللي يقدر يعيش فيها أيامات. ومن بعد واحد النهار في مع المغرب هكذا خرج برا، خرج يحوس كش ما ياكل ثمار ولا يصطاد حيوان ولا. ومن بعد كي رجع صاب الكوخ نتاعو بهذيك المدفاة شعلت فيه النار، الكوخ تاعو كامل شعلت فيه النار، لهبت كامل لهبت وتحطم هذاك الكوخ. لما جاء الكوخ هكذا قال يا ربي علاش، وانا يا ربي علاش هذا الابتلاء، وانا عندي غير هذا الكوخ باش نتخبى فيه باش ندلق راسي وكامل، علاش يا ربي علاش، وتحصر على الوضع نتاعو. هو قاعد هكذاك حتى شاف هكذا من جهة تاع البحر شاف سفينة جاية، شاف سفينة، شاف سفينة فرح، قال لهم كيفاش عرفتوا بلاني هنا كيفاش؟ قالوا له كي كنا في البحر شفنا نار، نار شعلة، نار طلعة هكذا عرفنا بلي كاين إنسان في هذه الجزيرة جينا ننقذه. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم وكما في قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تصفيقة تصفيقة على أبوبي، تصفيقة تصفيقة، برافو 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 برافو. إذن يا أطفال بالمرات عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان تحسر على الكوخ تاعو اللي تحرقه كامل، ولكن كان سبب باش شافوه الناس بجو سلكوه. يا أخي يا أطفال إذن ما لازمش رحمة الله واسعة. يلا معي إذن يا أطفال الإنسان لا ما لازمش يأس من رحمة الله، لأن رحمة الله واسعة. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا أخي الحقنا درك الواحد الركن أنا نحبه هو ركن البريد. بوبي شوف البريد تاع الأصدقاء في الصندوق واش بعتونا اليوم. تقدروا يا أصدقاء ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش نقرأوا الرسائل تاعكم هنا. تفيق على بوبي. شكرا شكرا. الرسالة الأولى من عند ريان هاين من مدينة شرشال ولاية تيبازا، قال لكم نحبك يا عمو يزيد ونحب كل الأطفال في عمره 4 سنوات. شكرا شكرا ريان من مدينة شرشال، شكرا على هذه الرسالة الجميلة. الرسالة الموالية بوزكتي إسحاق 4 سنوات من مدينة أبو إسماعيل ولاية تيبازا، قال لكم السلام عليكم، أرجو منكم دعوتي إلى الحصة فأنا أحب كثيرا عمو يزيد
وهو مهتم بالأطفال. أنا ألح على والدي كل يوم وأسألهم كل يوم. إذن يا إسحاق بوزكتي 4 سنوات بوإسماعيل ما تجيش تسألهم، لازم تسجل عبر موقع الانترنت عمويزيد.com وراح نكلمك في أقرب وقت إن شاء الله. الرسالة الموالية: شريفي أسامة من مدينة حمام بوغرارة دائرة مغنية ولاية تلمسان، تحياتنا لكل الناس مغنية حمام بوغرارة ولاية تلمسان. قال لكم: أتقدم بالشكر الجزيل للطاقم الساهر على هذه الحصة. إذن أشكركم كامل، الطاقم التقني وطاقم الإعداد وكامل، وبالأخص أنت يا عمو يزيد. نحن غير، قال لي نحن شبان لأنه في عمره 17 سنة، ولكن نتابع الحصة بشغف، تفيدنا كثيرا وأنتم تعلمون الأطفال أحسن الخصال والسجائر الحميدة بالفعل، وهو برنامج رائع، نحن نحبكم. أسامة من حمام بغرارة. شريفي أسامة 17 سنة، شكرا 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 أسامة، ربي يخليك. هذه الرسائل نعتز بها ونحبوها ونحب نقرأ الرسائل تاعكم. تومي شهاب من مدينة تمالوس ولاية سكيكدا قال لكم: أريد المشاركة مع عمو يزيد لأني أحبه. 9 سنوات تومي شهاب، مرحبا بك، مرحبا بك، ما عليك إلا تسجل وراح نكلمك في أقرب وقت. إيناس حسين 7 سنوات مدينة القليعة ولاية تيبازا قال لكم: حبيت نشارك معكم أنا وأخي لأني أحب هذه الحصة وأنا أنتظر الرد. إذن يا حسين ويا إيناس راح نكلمكم في أقرب وقت إن شاء الله. بوبي، احتفظنا بالرسائل هذو الجميلة. إذن ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي بنتي، تعالي تعالي، أروحي بنتي. واسمك؟ هانا. وين تسكني هانا؟ سويدانية. سويدانية، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك: واحد اسمه وش دخلك وواحد اسمه عقلي. قال لك: هذاك وش دخلك راح للمسيد. قالت له: الشيخة واسمك؟ قالها: وش دخلك؟ قالت له: واسمك؟ قالها: وش دخلك؟ داتو عند المدير. قالها، قال له: واسمك؟ قال له: وش دخلك؟ بعد هذاك عقلي راح يشك رانطيطة. المدير قال له: ورا عقلك واش قال له هو؟ قال له المدير: واسمك؟ قال له، قال له: وش دخلك؟ اي وش دخلك؟ ومن بعد شكرا على ورا عقلك راح يشك رانطيطة. برافو برافو، شكرا. عنده نكتة جميلة. تعالي تعالي بنتي، تعالي 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 تعالي، أروحي أروحي بنتي، نقعدي. واسمك بنتي؟ ميلي. وين تسكني ميلين؟ الجزائر. إيجيبت. تسكني في مصر؟ الله يبارك. الجزائر. الجزائر تاني، الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ تو كل عمرك؟ 6 كوا؟ 6 ans؟ وي. 6 ans، الله يبارك الله يبارك. إذن كي تروحي تسلمين عليهم كامل بنتي يا أخي الجالية. هاي برافو برافو بنتي، برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ شكون؟ تعالى تعالى تعالى، اقعد وليدي. واسمك وليدي؟ أنس. أنس، شحال في عمرك؟ 12 سنة. الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك وليدي. كاين واحد اسمه علي وواحد اسمه محمد. علي راح للمطعم، قال له: اعطيني طبسي وحبة زيتون وفرشيطة. علي بقى ما قدرش يقبض الزيتون فرشيطة بالزيتون. من بعد قال له محمد: الفرشيطة تاعك وش بيها؟ ما حبش تقبض الزيتون. بعد قال له: اعطيني تشوف، اعطيني. بعد محمد قال هكا قبضها. بعد علي قال له، قال له، قال له، قال له: احتاج جريتها باش قبضتها. عييت انا. يا برافو 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 برافو. اذا الحقنا دركا يا اطفال، الحقنا دركا يا اطفال. الجواب عن اللغز: شيء
لحمه من الخارج وشعره من الداخل. تعال تعال أروح وليدي أروح منا ذكرهم باسمك. عادل. عادل وين تكون عادل؟ في بليدة. في بليدة مدينة الورود. الله يبارك وليدي الله يبارك. وش هو الجواب؟ وش هو الجواب؟ لحمه من الخارج وشعره من الداخل. الحيوان. لا لا ماشي حيوان. معليش شو اللي عنده جواب؟ شو اللي عنده جواب؟ تعالي تعالي بنتي اروحي اروحي بنتي. واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء وين تسكني شيماء؟ بسماعيل. في بسماعيل. خيار الناس خيار الناس. وش هو الجواب؟ الانف. الانف برافو. لني لني لحمه من الخارج وشعره من الداخل. برافو. اعطيني الهدية تاع الشاطرة هذه بنتي. اعطيني الهدية تاعها. شاطرة 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 عمو يزيد يهديك هذه الهدية هذا الشوب هذا الجميل ويهديك هذه السيديهات ثلاث سيديهات أنتجت في خلال سنتين. في كل سيدي كاين 20 حتى 22 أغنية في كل سيدي. إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. تفضلي بنتي تفضلي. العفو العفو بنتي العفو العفو. في كل حصة عندنا عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد محمد. حنا نغنوا لمحمد عيد ميلادك أحلى عيد. أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع محمد. يلا هيا التحقوا بي يا أطفال. تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد. ربي كتب لك عمر جديد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله. وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. ستة خمسة ربعة واحد. آه طفينا الشمعة محمد. برافو 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 برافو. إذن محمد عمو يزيد يهديك هذه الشهادة. هي شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال غير تخرجوا كل واحد تكون عنده شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى يا أخي. إذن مرحبا بكم يا أطفال. بما أنك جمعت خمس قسيمات من علب حليب رامي وبعتها لنا على العنوان صندوق بريد 42 ألف الجزائر العاصمة استوالي راعي البرنامج رامي هديك هذه الدراجة الجميلة إن شاء الله تستفاد بها. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء.
لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع